الرئيس النهارده من خلال الاحتفال وجه بدعم صندوق الطوارئ بمبلغ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، واكد على اولا وجه الرئيس الشكر لنساء مصر العاملات، واكد تطلعه في زياده الاهتمام بالفئات العماليه اللي بتشتغل في بيئه وظروف عمل قاسيه، التركيز على العماله الموسميه والعماله الغير منتظمه، وازاي نوفر التغطيه التشريعيه والصحيه والاجتماعيه اللي بيستحقوها. الرئيس كمان اتكلم على تحدي الإرهاب اللي بنواجهه، وده يخلينا نستمر في العمل من أجل إصلاح بيتنا من الداخل، إدراكا منا لضرورة مواجهة الأزمات اللي طال أمدها في الاقتصاد. وبالتالي تم اعتماد خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي ترتكز في الأساس على دعم المنتج الوطني وزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات. نتابع جزء من كلمة الرئيس في احتفالية عيد العمال مع حضراتكم. الأخوة والأخوات، إنني أتطلع خلال الفترة المقبلة لأن نزيد اهتمامنا بالفئات العمالية التي تعمل في بيئة وظروف عمل قاسية، وعلى رأسهم العمالة الموسمية والعمالة غير المنتظمة، وأن نوفر لهم التغطية التشريعية والصحية والاجتماعية التي يستحقونها. كما أتطلع إلى بذل مزيد من الجهد لدمج القطاع غير المنظم في الاقتصاد الرسمي للاستفادة من إمكانياته في دعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة للعاملين فيه وتحسين مهاراتهم ورفع إنتاجيتهم. الأخوة والأخوات، إنني أناشد أصحاب الأعمال الشرفاء بالاستمرار في حل المشكلات التي تواجه عمالهم وصون حقوقهم والاطلاع بمسؤولياتهم الاجتماعية تجاه الوطن، وليتذكر كل منا أننا شركاء في هذا الوطن وأن مصيره في يدنا، نكتبه جميعا باجتهادنا وعملنا وتكاتفنا. السيدات والسادة، في نهاية كلمتي أجدد خالص شكري واعتزازي بعمال مصر الشرفاء، وأوجه التحية للكادحين من أجل حياة كريمة، وللقطاع الخاص الذي يعد شريكا أساسيا في التنمية ويفتح أبوابا للرزق ويتيح فرص عمل جديدة. وأسأل الله العلي القدير أن يحفظ هذا البلد الأمين ويكلل جهودنا، اللهم أمين، ويكلل جهودنا المخلصة من نجاح والتوفيق.